مكملين عن تجربة مع صوت وخامة جميلة بتغني لكبار المطربين والفنانين، وحبت تكون ضيفتي اليوم وتكون بداية لتشق طريقة بالفن. الصوت الواعد شهد شديد، أهلا وسهلا لأول مرة عبر سوريانا. هلا فيك. كيفك؟ الحمد لله تمام. شهد بتملكي صوت كتير حلو، رح اسمع قبل ما نفوت نبلش نحكي شو حتسمعينا؟ بيقالوا لي هان الود عليه. يلا. طبعا رح يرافقنا على العود العازف والموسيقي طارق صقر، حيكون ضيفنا ان شاء الله قريبا. بحييك طارق، تفضلي. قالوا لي هان الود علي ونسيت وفات قلبك وحداني، فات قلبك وحداني. رديت وقلت بتشمت لي، هو افتكرني عشان ينساني، هو افتكرني عشان ينساني. هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. هو افتكرني عشان ينساني. قالوا لي بس ما شاء الله هالصوت شهد عن جد. وينك من اللقاءات والمقابلات؟ أول لقاء لإلك عبر التلفزيون أو عبر المنصات، منصات التلفزيون؟ شوي صار في صعوبة لحتى وصلت للإذاعة. ما كان في فرص. الفرص كلها اللي تقدمت لي يعني ما كفت للآخر، ما كملت. اليوم حلمك تصيري نجمة صح؟ تماما. بتدرسي يمكن علوم سياسية بتخيل؟ أي. وكيف عم تلحقي بين الاثنين؟ هلق الدراسة لحال والموهبة لحال. أبحاول وفق أنه بين كل شيء يكون لحال. مين عم يدربك؟ موسيقى حاليا موقفة. كنت هي بلا تدريب هلا بلا تدريب. نعم. قبل كنت عم حضر للمعهد العالي للموسيقى. حلو. بس ما مشي الحال السنه الاولى. فهلا بحاول كفي بدراستي. بلكي اليوم بعد الحلقه برسم المعنيين اذا بيشوفوا هذا الصوت بيلبق له يكفي دراسي، بتخيل لازم يساعدوك. بتمنى. بدي اسمع كمان شيء تاني. رح نسمع اليوم لاغلب الفنانين، كبار الفنانين. نسمع لمين هلا؟ ل مياد الحناوي. يلا. كان يا مكان. كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان. الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، ميدفينا الحنان. زارنا الزمان، سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، والراحة والأمان. حبيبي كان هنا، مال الدنيا عليا بالحب والهنا. حبيبي يا أنا، يا أغلى من عنايا، نسيت من أنا الحب اللي كان، اللي نسيته أوام من قبل الأوان. نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان. والله زمان
يا هوى زمان. يسلم الصوت. تسلم. يعني بتغني بحنية بإحساس عالي. شكرا. هي بتيجي بالفطرة ولا بيتدرب الواحد على يغني بإحساس؟ بالفطرة. يعني أنا لما بالتدريب ما أخذت هي الأساسيات. شهد عم تروحي على الأغاني الترابية التقيلة، يعني حدا مثلا بيقول لك اليوم السوق مو لهيك، السوق للأغاني الضاربة، الأغاني الدارجة القصيرة. مين عم يسمع اليوم طرب؟ مين بيحب الطرب؟ هذا الشيء شوي صعب إنه تلاقي بهذا الجيل حدا يسمع طرب، بس أكيد بضل هو اللون الأساسي الأصلي اللي أنا مشيت عليه ورح أستمر عليه. بالبيت تسمعي طرب؟ لمين تسمعي أكتر؟ وردة جزائري. وردة هي الأساس يعني. آه. كتير ما غنينا لو تأثر فيها. رح نغني؟ هلأ أكيد. أكيد. يلا رح نسمع شو؟ الوداع. الوداع. خليك هنا. الوداع ما بقيت شخاف في الدنيا دي غير بالوداع. كتير حلو شهد. يعني اليوم لتوصلي تعملي النجومية كتير صار الأمر أسهل بتخيل، يعني بعيدا عن الإعلام إذا عملتي لقاءات أو لا، حتى بنفس الوقت في برامج هوات. فكرتي تروحي على برامج هوات لو برا البلد؟ أنا انضميت ب 2016 لبرنامج The Voice Kids في بيروت. أوكي. شو كان عمرك بوقتها؟ كنت صف 8 ناجحة على 8. انضميت عن طريق الانترنت. وفي حدا تاني كمان قدمني. طيب. وقشت الموافقة على الاثنين. ايه؟ تمت الموافقة وطلعنا وقتها بالشهر الرابع على بيروت على مركز MBC وعملنا المقابلة وقتها تمت الموافقة. طيب. نطرنا شهر لحتى ترجع تم إعلان النتائج بشكل علني يعني. وصلت على سوريا وتواصلوا معي إنه أنتي مقبولة. بعد فترة أعلنوا النتائج وقتا حضروني بدون سبب. سحب السي في يمكن لأنه اسمي ما عاد وجد هنيك، وصرت أتواصل مع كادر MBC اللي كان عطول يتواصل معي، وحتى أنه اكتشفوا عندي موهبة غير الموسيقى هي أني أنا برسم. وكان في كتير يعني اهتمام فيني، فجأة اختفى كل هذا. مين برأيك وراء هيدي القصة؟ ما بعرف، بس أنا قبل فترة تمت مقابلة هون من بالشام يعني. وكان في وحدة هناك بالمقابلة يعني كانت جاي من فريق MBC. وقت عملت معي مقابلة، بعد ما رجعنا على البيت بيتواصل حدا معي كان هناك، خبرني انه الصبية اللي كانت هي بحاجة لهدية صغيرة بده مصاري.
ما قدرت بصراحة، وما كنت متخيلة إنه ممكن يكون هذا سبب أو ممكن هي المخلوقة هذا تشتغل بالأم بي سي. إيه هيك أنا فهمت يعني. ما أخذت وعطت بالموضوع إنه صوتي هو اللي رح يوصلني. ما توقعت ممكن ينتزع كل شيء بلحظة. زعلت؟ وقتها تعرضت لواكة صحية تقريب شهر ونص من وراء انك ما انقبلتي لانه كنت صاحبة حق وتحسيتي تماما، وغير هيك انا اجتني الموافقة يعني انه بعدين انحظر فجأة ما عاد لقيت فرصة تانية. انظلمتي كتير. دي اسمع اليوم بلكي تكون هيدي فرصة لأي حدا ممكن يتبنى هذا الصوت الجميل عن جد بيستاهل دعمه وتدريب شكرا. كمان بدي اسمع شي تاني الأماكن بتغني خليجي لمحمد عبدو. يلا الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيال، والحنين اللي سرى براحي وجال. ما هو بس أنا حبيبي الأماكن كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي. كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي. لو تغيب دنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي من تطري علي. الأماكن 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 كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. يسلم الصوت يعني شهد. بال The Voice Kids ما كان أول مرة بتنظلمي، برصيدك غنية وسجلتيها وتعرضتي للظلم مرة تانية، شو صار بالغنية؟ حكي لي. بعد The Voice فترة نعرضت عليها غنية كانت من كلمات الشاعرة لمى القيم نعم، وألحان الأستاذ نوري نوري. وقتها تم تسجيل الغنية باستديو وتم تصوير إلى فيديو كليب. بعد فترة دريت أنه الفيديو هو ضاع، وصرت لاحق اللي سجل الغنية أنه أنا بدي السي في، يوعدني يوم رح تنزل الغنية وبكرة رح تنزل الغنية. أنا بعد صدمة The Voice كنت بحاجة لأمل جديد لحتى أرجع استرجع قوتي. كانت الغنية هي طريق النجاة لهذا الموضوع، بس للأسف جات تعرضت للخيبة مرة تانية. صدمة تانية كانت، وصدمة كتير قوية. الغنية راحت، ما نزلت الغنية. الماستر الأساسي اللي بيبقى مع الفنان وينه؟ ما أنا معي. بعد فترة صارت تتفاجأ يجيني اتصالات أن الغنية رح تنزل بصوت حدا تاني وأنا ماني مغنيتها. صار في كتير جدال على هذا الموضوع. أنا عرضت لأنه الغنية ما نزلت بصوتي لحتى أنا أسمح لغيري غنيها. بعدين خبرني صاحب الغنية أنه الغنية ما نقلك وأنتي ما دفعتي منيح، بالعلم أنا دفعت بهذاك الوقت اللي هو طلبه. وهي الغنية إلك وهبيني هيك يعني بالمشرمح. معطت لحدا حدا غناها؟ ما عاد سمعتها بالسوق. بس هي الغنية صارت بالنسبة إلي إنه مثل ردة فعل، ما عاد حتى رديت أسمعها. اليوم رح نرجع عن غنية لنسمعه لهذا الشخص ولا أي حدا إنه الغنية لإلك. هلا بتخيل الأستاذ طارق ما كتير حافظ الغنية بس بيرافقك شوي على العود، رح أسمعها بصوتك لأول مرة عبر سوريا أنا. صوتك كأنه الشام، هيك الصبح بتفيق عمهله. صوتك كأنه الشام، هيك الصبح بتفيق عمهله.
شعر سطايح من ندي والمدني كحلى صوتك كأنه الشام هيك الصبح بتفيق عمهلا وحلاها يا جراس عم بترن ومدندشي بصوت الصلاة وإيدينا عم تعلى وحلاها يا جراس عم بترن ومدندشي صوت الصلاة وإيدينا عم تعلى صوتك مديني للسلام صوت الحمام صبح على أهله صوتك مديني للسلام وصوت الحمام صبح على أهله صوتك كأنه الشام كلمة كبر فيها الوجع بعيوننا بتحلى. شو هالصوت؟ عجد صوتك كأنه الشام. تسلم. بجنن صوتك والغنية بتاخد العقل. إن شاء الله على أمل إفراج عن هيدي الغنية ونرجع نسمعها بالسوق. إن شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق. يعني شهد تمتلك اليوم مقومات نجمة، يعني ما شاء الله حضورك، كاريزما، صوت بياخد العقل، وفي كلام ولحن بتخيل قادرين نعمل نجمة. شو بينقص اليوم شهد؟ دعم. اهتمام بهذا الجانب. إعلامي يعني؟ إعلامي. نحن معك. كتير تواصلت مع عالم حتى أقدر وصل صوتي. كتير أنا أول ما تواصلت قلت لك تعي. صح؟ أنت ما قصرت عن جد. بس كتير حاولت ولهذا اليوم عم بحاول. بس للأسف لكل اللي تواجهتهم بحياتي كان عبارة عن استغلال. استغلال معنوي. استغلال مادي. ما كان في شيء جدي. بس أنا لليوم عم بحاول لاقي هاي الفرصة. تخيل لساكي بأول الدرب ولسه هدول تبع الصعوبات لسه ما شفتي شيء. ما عم شأمك، بس بنفس الوقت بتخيل لازم تكوني أصلب وأقوى. أكيد. لحتى توصلي بتجربة تحكي فيها لبعدين، ومثل ما كنت اليوم معنا حتكفي بمطارح تانية. بتخيل بعدين ندعيك بتقلي لي ما بقى بدي أطلع معك. بدي أسمع شيء تاني يا شهد. تمام. نسمع لمين؟ لشيرين قلتي لك يا قلبي. تماماً. نعرفها. يلا. كده 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 يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي يعني ايه يعني خلاص انا مش هشوفك تاني مش هلمسك مش هحكي ليك عن حاجة تعبان يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني مش هلمسك مش هحكي ليك عن حاجة تعبان كنت روحي لما كان جوايا روح عمري ما تخيلت انك في يوم تروح مش فاضلي مني غير حبة جروح مع السلامة يا حبيبي وفي أمان عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان
عمري ما انسى مهما طال في السماء. جد اه شهد ما عبالي بقى احكي بس تغني، شو رايك؟ ما عنديش بدي اسمع لصباح بتغني موال؟ يعني اللي بيغني هذا الحزن وهالدراما وهالشجن كله بيلاقي صعوبه انه يغني ممكن موال، لنسمع الموال كيف يطلع معي. تمام. الشحرورة صباح. اوف يا بابا أرضك يا جبل خصبي وفي تبقى معززي فيكم وفي أرضك يا جبل خصبي وفي تبقى معززي فيكم وفي تعطي الشمس للضيعة وفي وعلى نسمات يحن الأحباي وديني وبلا هالبيعة الضيعة يما الضيعة وديني وبلا هالبيعة جينا نبيعك بوش التوت ضيعنا القلب في بيروت يا شماتة شباب الضيعة الضيعة يسلم صوتك. شهد مكملين معي كمان من الأغاني. بتفكري اليوم إذا تقدم لك مثلا عرض من شركة أو إنتاج بتمضي معهم مع شركة، ولا بتحسي إنه هلأ هون بسوريا بالبلد ما كتير في عنا إنتاج أغاني لأسباب معينة؟ هلأ إذا كانت الشركة ممكن من الخارج أكيد، يعني ممكن تكون لبنان أو مصر تماماً أو إيه، فأكيد ما في تردد. يعني أنا بدور على الفرصة المناسبة، وأي شو ما كانت الفرصة أكيد ما راح أضيعها. ككتاب وكملحنين بالبلد مين بلفتك بتقولي ممكن يعطيكي كلمة إذا فكرتي تعملي هالإنتاج الخاص؟ بالتابع يوم بتشوفي الأغاني مين بلفتك من البلد إنه بيكتب حلو بيلحن حلو؟ ما كتير عندك ما كتير فكرة. عندي فكرة. رح اسمع قلتيلي حنيت لميل أحمد المصلاوي. أحمد المصلاوي يلا. عراقي أو عراقي بتخيل؟ خليجي. أوكي. حنيت عم نصعب اليوم على طارق. حضنك اللي أمس منه لحظة أنا ما مليت كلامك عيونك نظرتك لي حبيت حنيت جنيت صرت دورك أرسمك ودعي نعيش في بيت صرت أحسك لي توأم وشبهك حسيت جنيت اسألني مرة عني شقد أحبك
واسمع انت الرات قدي ما تنبض وترمش انت عينك حبك سيما بلحات عينك بعيني تجي وانسنا كل الحجي وياك وياك كل جروحي أنا نسيت حنيت الحضن كل أمس منا لحظة أنا ما مليت كلامك عيونك نظرتك لي حبيت حبيت حنيت 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 حلو كتير. بيسمع هيك على السريع بالوقت اللي ضل عندي نجاة فيروز وأم كلثوم نختم فيهم ثلاث مقاطع صغار. أوكي طارق عزبناك اليوم. ليش فيروز؟ فيروز بسرية عم تصعبتك يا نقيت لك يوهن مظبوط ما توصاي اليوم طبعا بلا بروفا مشان ما حدا يقول على العزف وناجيك في سري وفي القلب حسرة وفي العين دمع دافق وغزير وفوق الربا حيث التقيتك خاشعا تصلي لمن فوق القدير قدير سعيت إليك وفي الفؤاد تهيب لصمتك هذا واحترام كبير فتبت إلى ربي فتبت إلى ربي الذي قال واعدا على المؤمنين كل عسير يسير. الله نجات. ارجع إلي إلي ارجع إلي 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 ارجع إلي فإن الأرض واقفة كأنما الأرض فرت من توانيها ارجع إلي إلي ارجع إلي إلي ارجع إلي إلي فبعدك لا عقد أعلقه ولا لمست عطوري في أوانها شال الحرير لمن صبايا لمن شال الحرير لمن ضفائري منذ أعوام أربيها ارجع كما أنت ارجع كما أنت ارجع كما أنت ارجع كما أنت صحوا كن
فيها إن لم تكن فيها إن لم تكن تكن فيها. ما شاء الله الصوت. بالوقت اللي ضل أم كلثوم رجعوني عيني لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحوا اللي شفتوا قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري انت عمري اللي ابتدى في نورك صباح واللي ابتدى في نورك صباح انت 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 عمري. انا بتشكرك شهد، ما شاء الله هذا الصوت، بتمنى لك كل النجومية كل النجاح وكل التوفيق بحياتك ونشوفك عن جد بالمطرح اللي تتمني. شكرا. كلمة أخيرة شو حابة تقولك؟ اللقاء الحلو لهي الفرصة اللي منحتني إياها اليوم لحتى أطلع وأدي صوتي، فشكرا كتير إلك ولقناة سوريانا على كل شيء. صدقيني بتستاهل كتير. شهد شديد، كنتي لأول مرة ضيفتي عبر سوريانا، بتشكرك وهيدي التجربة عن جد بتستحق الدعم. شكرا شهد، موفقة إن شاء الله. سلام كلك زيك. شكرا لك. وسمعينا ومتابعينا برجع بلتقي فيكم الحلقة الجاية، ضلوا بألف خير. بدي أتشكر طارق صقر يلي رافقني بهذه الحلقة، الإخراج لفراس سليمان، ضلوا بألف خير.